يعني كلام السلف يعني سواء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو حتى كلام الله جل وعلا في القرآن الكريم زين أو كلام السابقين لما يقولون ساعة المقصود بها فترة زمنية ليست 60 دقيقة كما هو الآن، وإنما يقصدون فترة زمنية، ساعة من النهار أي فترة زمنية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هنا يقصد فترة زمنية، فقسمها بعض أهل العلم قالوا من شروق الشمس اللي هو بداية الوقت صلاة الجمعة إلى أذان الظهر، قسمها على 6 تطلع لك الساعة الأولى الساعة الثانية الساعة هكذا. نعم.